رح تكون محطتنا الأخيرة مشاهدينا برحاب القانون، ورح نحكي عن موضوع كتير مهم ومنتشر خلال الفترة الأخيرة. عم نسمع كتير أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن كتير من الأخطاء الطبية والأهمال الطبي يلي عم بيكون موجود ببعض القطاعات الطبية. طبعا لهذا الشيء عم بيروح ضحيطة للأسف عدد كبير من الشباب بعمر صغير. كتير من الاستفسارات هو الأمور يلي عم تكون حول الموضوع، يا ترى مين المسؤول؟ هل هو الطبيب أم الكادر الطبي أم المؤسسة الطبية بشكل عام؟ وكيف يا رشا رح يتعامل القانون مع هالموضوع؟ أكيد هايدي، سمعنا كتير مثل ما قلتي على مواقع التواصل الاجتماعي حالات وفيات كتير، مثل تحت بند خطأ طبي، زيادة جرعة في التخدير. اليوم الأهل حقهم اليوم يدافعوا عن هذا الروح اللي فقدوها، وحق اليوم يحكي اللي بده الأهالي. يعني شفنا كتير حالات على الفيس وتم تصويرها، الطبيب كان له وجهة نظر والأهالي كان له وجهة نظر، ولكن القانون أكيد له وجهة نظر أخرى بهذا الموضوع. خلينا نعرف أكثر عن هذا الموضوع من ضيفنا لليوم، وهو الأستاذ المحامي محمد مهدي. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك أستاذ. يعني عم نحكي عن موضوع كتير مهم، وشفنا قديش منتشر يمكن من خلال مدة قريبة من كم شهر. عم نسمع عن كتير حالات دخلوا للمشافي ربما بسبب أمور التخدير، صار للأسف في حالات وفاة. خلينا بالبداية أستاذ محمد نوضح شو هو الخطأ الطبي بالقانون. هلأ بداية، الخطأ الطبي بالقانون هو تعرف كتعريف واضح بمادة قانونية. الخطأ الطبي ما في عنا بالقانون. في عنا اجتهاد لمحكمة النقد، هو اللي عرف الخطأ الطبي وقال لك بأنه هو انحراف بسلوك الطبيب عن المعيار السلوك الطبيب المعتاد. يعني أنا اليوم لحتى قيم أنه هذا الطبيب وقع بخطأ طبي، أو في عنا نحن شغلة كتير لازم نحن ننوه عليها، هي الفرق بس بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية اللي أحيانا بتصيب الأشخاص. يعني كمان نحن لما نبلش بالبداية ونهجم على الأطباء، في عنا معيار تفريق بس بين نحن مضاعفات إذا عمل جراحي أو أي شيء، أو في عنا نحن الخطأ الطبي. معيار التفريق بيناتهم هو اللي بيحدد لنا بالبداية موضوع أنه وقع بخطأ طبي أو ما وقع بخطأ طبي هذا الطبيب. المضاعفات هي أكيد يعني موجودة بأي شيء وبأي تدخل، والطبيب بالنهاية هو ما له مسؤول عن تحقيق نتيجة كالتزام، وهو مسؤول عن بذل عناية مطلوبة لحتى نكون نحن أمام عمل صحيح للطبيب وعناية مطلوبة. مهنة الطب هي بشكل عام هي مهنة إنسانية، يعني من تعريفها هي مهنة الطبيب هي مهنة إنسانية، رسالة صحيح، هي مهنة إنسانية أخلاقية. فواجب الطبيب بالبداية التزاما مع المريض اللي عم يجي لعنده هي التزام إنساني معه لحتى هو يقوم بواجبه اتجاه المريض. موضوع مثل ما تفضلتي أنت بالبداية، موضوع النسب الكبيرة اللي عم تنتشر، في تقرير عنا لمنظمة الصحة العالمية بتقلك بأنه 43 مليون خطأ طبي سنوياً حول العالم. 10% من الأخطاء الطبية يلي بتحصل بتسبب وفاة. يعني نحن عنا من ال 43 مليون نسبة 4 مليون تقريباً و 300 ألف هي حالات وفاة من أصل ال 43 مليون الأخطاء الطبية حول العالم. فهي تعتبر من النسب العالية جداً المرتفعة. طيب بحاجة نحن لحتى يعني لوضع ضوابط محددة لنحد من هذا الشيء. صحيح. طيب أستاذ محمد، اليوم مثل ما قلت وذكرت حضرتك، اليوم نحن ما بدنا نكون بهجوم أو نحط المسؤولية كلها على عاتق الطبيب، ومثل ما قلت حضرتك اليوم عم أحيانا المريض وهو تحت العملية عم يروح لمضاعفات يعني ما كانت بالأساس موجودة. يعني وفي نقطة كتير مهمة اليوم في دراسات اللي عم شوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحيكون معنا إن شاء الله نهار تاني نضيف يحكي بهاي القصة. اليوم طبيا ما في شيء اسمه جرعة تخدير زائدة، هي مضاعفات بتصير تحت أثناء عملية الجراحية، رح نوضحها بوقتها مع المختص. يعني اليوم القانون وقت بيكون في مشكلة طبية بإحدى العمليات وبيروح ضحيته المريض، كيف نظر وكيف حدد مسؤولية الطبيب؟ هل عندنا اليوم قوانين بتلزم الحكيم اليوم أنه أنت كنت مسؤول 100% أنه هذا الشخص توفى؟ هلا نحن بالبداية هون نحن لحتى نحدد مثل ما قلت لك بالبداية معيار الخطأ على الطبيب، نحن قانوناً بدنا ناخذ سلوك الطبيب المعتاد. سلوك الطبيب المعتاد يعني نحن بنفس حالة العملية الوضع الجراحي اللي عم تحكي عنه، وبنفس مستوى العلمي والسنين الخبرة للطبيب اللي كان عم يجري العملية
وتم معه الخطأ، بدي أنا أجيب طبيب بيملك نفس المهارات من الخبر ونفس السنوات وحطه بنفس ظروف العمل الجراحي اللي تم فيه الخطأ، لشوف أنا أنه هذا الطبيب الآخر اللي أنا جبته بيوقع بنفس الإشكال اللي وقع فيه الطبيب اللي كان عم يعمل العملية أو لا. بس كمان اليوم نحن عنا مريضين، يعني كل طبيعة جسم ومضاعفات عم تختلف. عنا مريضين نحن، وقت اللي بدنا نسلك سلوك الطبيب المعتاد بدنا نسلكه على المريض بنفس الحالة يكون ونفس العمر ونفس كل شيء بدك اياه من ضغط من سكر من الإجراءات اللي بيعملوه قبل العملية، وزائد نفس سلوك المريض. يعني حتى بالنسبة للإضاءة بدنا نوفر نفس الإضاءة لحتى بس نحن نشوف أنه بنفس هاي الحالة هل هو يخطئ هذا الشخص اللي عم يعمل العملية الشخص الثاني أو هو لا كان ممكن أنه يتفادى وما تم واجب. يعني اليوم القانون عم يروح لهدول النقاط خلال أي خطأ طبي؟ لهذا الإشكال بموضوع أي خطأ طبي. نحن في عنا كمان الخطأ الطبي شيء والإهمال الطبي شيء، في فرق بيناتهم تأكيد. الموضوع الخطأ الطبي توضح لنا الفرق. موضوع الخطأ الطبي هو الخطأ اللي بيقوم فيه الطبيب هو أثناء متابعته للمريض. موضوع الإهمال هو مثلا تم بوضع، يعني اليوم على مستوى كتير بسيط، مثال كتير بسيط، اليوم أنا الإهمال الطبي وقت الطبيب أنا بيكتب لي وصفة طبية أنا ما عم بسأل الدكتور أنت شو عم تكتب لي دواء وشو أسماء الأدوية، ما حأحفظهم. خلص هو وقت اللي عم بطلع أنا على صيدلية لأصرف هاي الوصفة الطبية عم ينقرى نتيجة إنه الخط اللي مو ضابط باسم الدواء عم يقرأ الصيدلي باسم تاني تمام. يعطيني أنا دواء مو غير الدواء اللي أنا لازم أخذه تمام. فهذا شيء من الإهمال بيتحاسب عليه الطبيب. يعني على مستوى اليوم خط الدكاترة كله بيقول لك خط الدكاترة كيف فهم على بعض اليوم أستاذ؟ تماما. فموضوع الخط حتى أنت مسؤول اليوم عنه، يعني مسؤول عنه إنسانيا، مسؤول عنه أنه أنت مثل ما عم بحكي لك أنا أنه ما يروح هذا الاسم باسم غلط تاني أنا أخذ دواء مؤلي. صحيح. اليوم نحن أستاذ محمد عندنا شيء اسمه ثقافة الشكوى، يعني أي شخص اليوم تعرض لأخطاء طبية هل هو قادر أنه يروح يشتكي أو في حال كان متوفي يروح أحد من أهله؟ يعني بنسمع كتير أنه هدول الأشخاص بيخافوا يروحوا يشتكوا، فخلينا نوضح أكثر وين نحن ممكن نشتكي بأي محكمة، شو التراتبية؟ هلأ موضوع ثقافة الشكوى للأسف هي عند الناس ضئيلة بس أنت اليوم مطالب بأنك تروح تلحق حقك بهيك قصة. يعني سمعت أنا من حوالي فترة كتير بسيطة عن بنت صغيرة ما بتتجاوز 10 سنوات عم تحط قوس على عينها على راسها فبيفوت طرف القوس بعينها بيتم شق بشفافية العين 2 سنتي بس بحاجة لقطبتين جراحيات، بتقطبه بمشفى تخصصي وفي قسم عينية مختص. نتيجة القطب اللي عم يعملوا لها اياها بتغز الإبرة بقرنية العين، بتنضرب قرنية عينها للبنت مشان القطبتين بس اللي عم تعملها. البنت بحاجة صارت من قطبتين جراحيات تجميليات بعينها لتغيير قرنية عين. تغيير قرنية عين اليوم بعيدا عن ما بعرف انا قديش المادية تبعها وبالنهاية ما حترجع لموضوع الشفاء مثل ما كانت عينها. فهذا الموضوع يعني قديش هي قصة كتير بسيطة بس الاهمال تبعها والخطأ اللي صار فيها هو شيء فوق يعني فوق حدود ما بيتخيل الواحد من ضرر. بهي الحالات نحن اجباري نحن اليوم وقت اللي بدنا نروح نشتكي انا ما بدي اترك حقي ولا بدي كمان انا اتعسف بحقي. بحال الوفاة أنا عندي الورثة لازم يروحوا يتابعوا موضوع الشكوى بالنسبة لمريضهم اللي مات. بالنسبة لموضوع الأشخاص أحياناً في عندي أنا حالات خطأ بتسبب عاهة دائمة. في عندي أحياناً حالات خطأ أنا ما بتسبب عاهة دائمة بس بتسبب ضرر بيتفاقم عندي الحالة. بهي الحالات أنا أمام 3 خيارات للشكوى. الخيار الأول أنا أما بإدعاء مباشر أمام النيابة العامة عن طريق موضوع عن طريق طرح الموضوع أمام النيابة العامة موضوع الشكوى، أو عندي خيار ثاني هو السلوك الطريق المدني، أو عندي خيار ثالث هو الشكوى النقابية أمام نقابة الأطباء لا يتحاكم أمام مسؤولية مسلكية أمام نقابته وبتحريك بالنهاية الدعوة في حال ثبوت أو لا. الموضوع الرقم 1 هو الموضوع الشكوى أمام النيابة العامة، أنا ما فيني أني أسلك طريق مدني وطريق جزائي. إذا أنا بالبداية سلكت موضوع الطريق المدني والمحاكم المدنية أنا ما فيني بحال أخذت حكم بالقضاء المدني أني أرجع عليه بدعوة جزائية.
فيفضل من البداية بموضوع هيك خطأ طبي بيتم بشكل كبير أنه أنا بلش من البداية بموضوع الشكوى وبموضوع الشق الجزائي. موضوع الشق الجزائي وقت اللي بيطلع فيه عندي أنا خبرة طبية وقت اللي بيتحدد مسؤولية الطبيب عن خطأه، هون بالنهاية أنا بينحكم الطبيب سواء هو تسبب بوفاته ولا تسبب له بعاهة دائمة. بس دائما نحن هون بننوه على شغلة كتير بسيطة، أنه هون الطبيب بيسأل عن خطأ غير مقصود. كونه الخطأ الطبي هون نحن عنا دائما هو من الحالات غير المقصودة. في عنا شيء اسمه خطأ مقصود؟ هلا خطأ مقصود بالحالات الطبية ما يعني هو نادر. من الحالات اللي كتير نادرة، لأنه اليوم أي طبيب ما لح يخطئ بشخص من تلقاء إرادته أو يكون قاصد هو أنه يضره بهذا الشيء. ممكن بالتشخيص أستاذ، ممكن يصير في خطأ بالتشخيص. ممكن بالتشخيص بس ما حيكون في حالة مقصودة. يعني هي حالة مقصودة أنا سمعت عنها وصارت ببلد أجنبي ومو عن طريق معينة. تمت عن طريق بأنه هنيك المريض بالمشافي وقت اللي بيفوت بيكون له بروفايل مرض بقلب المشفى، بياخد جرعاته الدوائية عن طريق النظام السيستم اللي بيكون نازل له هذا الدواء. في حدا بيخترق النظام السيستم ليقتل هالمريض بيعدله بالجرعات. بتجي الممرضة بوقت تاني، هي قصة قريتها أنا بمقال على النت موجودة بدولة أجنبية. بيعدله عن طريق اختراق النظام موضوع الجرعات اللي لازم ياخدها. بتجي الممرضة عم تعمل واجبها مع المريض، عم تعطيه الجرعات اللي بتلاقيها على السيستم بس ما لعرفانة انه هي معدلة، بتأدي لوفاة المريض. فهي حالة من حالات القصد الاستثنائية بس ذكرت لك يعني بعيدا اليوم عنا طبيب تمام يعني. بس أكيد هي ما لها موجودة عنا. طيب أستاذ محمد، خلينا نحكي في حال تم إثبات تهمة أو خلينا نقول للطبيب وكان في خطأ طبي أكيد غير مقصود. اليوم ما فينا نقول في طبيب بيتمنى يموت المريض بين يديه أو الكادر الطبي بالمستوى اللي بيشوفه المريض فات بمضاعفات. اليوم يعني أول شيء بنآمن بالقضاء والقدر ونعرف إنه اليوم نحنا يعني في ممكن تصير مضاعفات بأي لحظة يعني. فإنسانيا اليوم الطبيب مهمته إنه اليوم يشوفك فايق من البنج وعم تبتسم بيقول الحمد لله يعني، ولكن ببعض الأخطاء أو ببعض الحالات وقت بيصير هذا الخطأ وبيثبت القانون انه اليوم الطبيب اخطا، شو هي الاجراءات القانونيه المتخذه مع الطبيب؟ هلا الاجراءات القانونيه المتخذه مع الطبيب هي دائما نحن في عنا لحتى نحدد مسؤوليه الطبيب وعدم مسؤوليته نحن بدنا نشوف الضرر اللي حققه وعلاقه السببيه المرتبطه بين الفعل وبين الضرر. انا بحاجه اليوم لحتى اثبت انه هذا المريض اخطا معي وجود علاقه سببيه مباشره بين الفعل تبع الطبيب والنتيجة اللي استحصل عليها. علاقة السببية هي جوهر ثبوت الخطأ عليه أو لا أمام القانون وأمام القضاء. علاقة السببية هي أهم شيء بالموضوع. بحال ثبوت، بحال كان هذا الشخص بحال كان الطبيب تسبب بوفاة للشخص فهو يسأل عن وفاة غير مقصود، عن تسبب عن وفاة غير مقصود، يسأل جزائيا من 6 شهور لثلاث سنوات. شهادته تسحب أستاذ؟ تسحب شهادته بحال ثبوت هذا الخطأ بتقدير طبعاً بالنهاية لموضوع نقابة الأطباء. اليوم تنويه كمان بسيط جداً أنه موضوع نقابة الأطباء يعني بيتمنى الواحد منهم أنه بس يكونوا بموضوع اللجان الطبية اللي عم تنبعت بالنهاية أنه نحن ما نكون أنه نحن أطباء ما حنعطي بعض لأنه هن اللي بالنهاية القاضي ماله طبيب ليطلع يقدر أنه في وجود خطأ أو لا. هي حتم عن طريق نقابته بموضوع لجنة طبية خبراء محلفين من الأطباء أمام المحاكم لأنه يبعثوا تقريراً بوجود خطأ أو لا. اليوم القصة فيها أرواح، بيقولوا لك أنه خطأ الطبيب يدفن تحت الأرض. أكيد. طيب خلينا نوضح اليوم الخطأ الطبي بالقانون السوري، هل يعتبر جنحة أم جناية؟ هل ممكن ينتهي الموضوع بالتقادم؟ بينتهي موضوع الخطأ الطبي بالتقادم كمان مثل ما قلت لك بحسب الحال. يعني بحال مثلا تسبب بالوفاة، بحال هو سبب له عاهة دائمة، بحال هو سبب له خطأ بسيط ما أدى العاهة دائمة. طب في حال ما اشتكوا بنفس الوقت ممكن فهون اشتكوا بعد فهون فترة. نحن بحال ما اشتكوا بنفس الوقت نحن في عنا مدى التقادم اللي بيخضع له أي عقوبة بتسري عليها، بس هون نحن عنا مدى التقادم بتسري بحسب العقوبة. في مدة معينة بحسب العقوبة. يعني وقت اللي أنا عقوبة الوفاة مدة التقادم على عقوبة الوفاة كجناية أنا غير وقت اللي بتسبب لي بعاهة دائمة قدام بداية الجزاء يلي هي مثلا بتكون 5 سنوات موضوع صحيح. التقادم على موضوع الأحداث العاهة الدائمة أو موضوع صلح الجزاء يعني بيختلف. كمان أنا عندي المحكمة المختصة
بالنظر بموضوع الخطأ الطبي بحجم الضرر اللي حققته. طيب أستاذ، عم نشوف بعض الحالات عم يروحوا للمطالبة بالتعويض المادي أحيانا بعيدا عن المحاكم، يعني اليوم أهل المريض بيشوفوا الدكتور وبيتفقوا على مبلغ معين. يعني اليوم وسائل التواصل الاجتماعي فتحت القصص، يعني عم ينزلوا صور هو عم ياخذ ما خلو. فاليوم قانونيا يعني مو مفروض اليوم الحكيم انه يحمي حاله انه انا دفعت تعويض ويدفع عن طريق القانون؟ هلا الطبيب بحال هو حب يحمي حاله وصار عليه اشكال، اجاز له قانون تنظيم مهنه الطب بانه هو بحال تم اشكال معه حول قصه معينه ومريض معين، ممكن هو من تلقاء نفسه انه يوضع نفسه تحت تصرف مجلس فرع النقابه اللي تابع له، بانه انا عم بتعرض لموضوع مساءله قانونيه وهو بيطلب الخبره على عمله لينفوا له وجود الخطا او يثبتوا له. يعني انه انت ما تترك حالك انت تحت رحمه هذا المريض اللي جاي عم يهددك، صار معه مضاعفات جاي عم يطالبك بخطا، صار معه خطا هو يوم بدي اشتكي ويوم ما بدي اشتكي وعجبني اللي بدك تعطيني اياه او لا. شغله ثانيه انا بدي اقول لك عليها وكثير مهمه، انه موضوع العمل الجراحي او عمليات التجميل حتى هلا نسبه اخطاء كثير كبيره كمان عم تتم بموضوع هون. يعني بدي اسالك استاذ، بدي اقول لك انا عليها انه هي الورقه اليوم اللي بيكتبها المريض او اهله تعهد بحال العمليه بانه التعهد، هذا التعهد اليوم ما بيحمي المريض بحال وقوعه بخطا. وهذا شيء خطا شائع عند الناس، بانه انا كاتب تعهد ما حقدر اشتكي عليه للدكتور. شو صح؟ هي الورقه ما بتحميك من وقوعك انت بحال انت وقوعك بخطا من المساءله. هي القصة أنت بتحميك تحت بند الحالات التي أجازها القانون. يعني اليوم أكيد المريض وقت اللي في تدخل جراحي لبتر مثلا عضو من أعضاء الجسم الإنسان المريض، هي من الحالات هو يلي بحاجة لأنه يكون في إلها إذن، كونه مثلا بتر عضو لجسم إنسان ما في شيء بالطريق مثلا بتشكل جرم أحداث عاهة دائمة. صحيح. الطبيب وقت اللي بده يساوي هذا الشيء تحت ظل القانون من الحالات المباحة اللي استثناها القانون، هو عم ياخذ هاي الورقة، بس هو عم ياخذ ورقة بإجراء هالعمل هذا، ما عم ياخذ ورقة تحميه ولو كان فيها شرط بأنه أنت ما ترجع علي بخطأ، فهو الشرط يعد باطل لأنه هي بتتعلق من النظام العام. تمام. يعني بما انه ذكرت انه هي الورقه ما ممكن تحمي اليوم للشخص المريض، هل ممكن الطبيب يتعاقب معاقبته نفس الاخطاء الطبيه اللي عم تكون موجوده بالامراض الثانيه ام لا، لانه هي تجميليه فرق عن الثانيه؟ هلا الاخطاء التجميليه هي اباحها القانون لمجرد، يعني بدي اقول لك انه هي اجازها القانون مو لموضوع انه انا بس هيك مثلا مو عاجبني شكلي انا بدي اعدل فيه. اجازها القانون الاخطاء التجميليه الطب التجميلي كموضوع انه الحوادث، تشويه القصص اللي عم تصير بنتيجه شيء معين. تمام. اتطور الطب لمرحله معينه انه انا ممكن انه صلح شيء من الضرر اللي صادني. مسؤوليه الاطباء التجميليين يعني بوجهه نظر هي بحاجه لانه تكون مسؤوليه تعاقديه اكثر من ما هي تكون مسؤوليه تقصيريه، اللي الشيء اللي اخذ عليه القانون السوري. بحكم انه انا عم روح ملئ ارادتي على الطبيب مجرد يعني هلا، وهذا الشيء اللي اخذ فيه القانون المصري والقانون الفرنسي، بيقولوا لك انه مسؤوليه الطبيب هو مسؤوليه تعاقديه، يعني مجرد انا طبيب فاتح عياده معلق اسمي، فهذا بمجرد ايجاب انا عم اقدمه، بمجرد انت جيتي لقيتي اسمي فتي لعندي على العياده فهو بمثابه القبول، فمسؤوليتي انا تجاهك مسؤوليه تعاقديه. هذا الشيء برجع بقول لك انه هذا الشيء بس ذهب له يعني الفقه القانوني الفرنسي والمصري. نحن اخذ القانون بموضوع المسؤوليه التقصيريه، انه انت كطبيب واجب عليك تاخذ الوسائل الحيطه، وسائل الحذر المطلوبه منك، العنايه المطلوبه بالنهايه. دائما يعني لا مفر من الاقدار، وقت اللي بده يصير مضاعفات، وقت اللي بده يصير اشكالات، هذا شيء من القدر. أكيد أستاذ محمد، وفي كثير من الحالات يعني الأهالي عم يوقعوا على تعهد بعيدا عن الموضوع العمليات التجميلية، بيكون شوي الوضع خطر وحذر فبيفوت المريض على مسؤولية الأهل يعني بعيدا عن التجميل. ودائما نقول نحن ما بدنا نحمل الطبيب المسؤولية، وأكيد اليوم المواطن حقه أنه يدخل على العيادة أو المشفى وبيطلع بخير وسلام. بتذكرت نقطة أنه دائما نحن نآمن بالأقدار ونشوف المشكلة من جميع الأطراف.
واكيد اليوم أكيد. الطب مهنه انسانيه، يعني هذا الطبيب درس وتعذب وتعب على حاله مو لحتى يكون تحت هذا الخطا. شكرا استاذ محمد لكل المعلومات اللي ذكرتها ونورت صباحنا. شكرا لك استاذ، نورت صباحنا.